انطلقت شرارة انتفاضة مارس من هذه المدينة الباسلة، مدينة المحرق التي كانت تسمى بورسعيد الخليج، للحماس الشديد الذي كان في صفوف أبنائها وانتمائهم القومي والحماس الذي أججه إقالة شركة بابكو لـ800 من عمالها البحرينيين وما أثر ذلك على الشارع البحريني. يعني بوابة المدرسة كان هذه نفسها، هذه البوابة هي بوابة المدرسة. الطلبة جمعوا داخل هذه شو اسمه الحرم، حرم المدرسة. جمعنا يوم السبت، طبعا قبل يوم السبت يوم الخميس صارت أحداث، صارت مواجهات، صار يعني شو اسمه تشابك بين الشرطة وبين الطلبة داخل المدرسة. طبعا في يوم الجمعة الجبهة، جبهة التحرير الوطني، يعني كتبت بيان مثل ما تقول تشجب الأعمال اللي صارت وش اسمه مواجهة الطلبة وتسريح العمال وش اسمه ومثل ما تقول وعملت دعوة إلى الكل بأن يوم السبت العصر، سبت العصر أن تكون هناك مسيرة حاشدة. كل الأعمال توقفت بما فيها المزارع، بما فيها الدكاكين، الأسواق كلها توقفت، يعني ما في شغل، الناس توقفت. يوم السبت مشينا المسيرة إلى تقريبا الساعة 12. من هنا كانت تبدأ المسيرات، وهنا في هذا قرب هذا المسجد كانت تنتهي كذلك المسيرات عند المغرب. وكانت الهتافات كلها هتافات وطنية رافضة إلى قرارات شركة بابكو التعسفية، ومطالبة بعودة العمال بالحريات العامة. أتذكر من ضمن الشعارات التي كانت ترفعها المسيرات بشكل يومي هي الله الله يمفرج المصايب، اضرب رصاص خلي رصاصك صايب، وان جاك الموت افتح له صديرك خله يكون من جملة المصايب. وهتاف بكرة النار النار، بكرة بكرة النار النار، في الضيق ننخي أبو خالد اللي لنا هو مجاهد، قصدهم جمال عبد الناصر اللي هو أبو خالد. اهتكونا في المدارس واعتقلوا الطالب والدارس، وينك يا شعبي يا فارس ما تزيح الأنذال. هذه كانت الشعارات، وكانت تأتي أخبار القرى، المسيرات في القرى تذاع من هذا المسجد. هذا هتاف كانت سمعنا خبر بأنه في مسيرة سترة أو في مظاهرات سترة اصطدموا مع الشرطة وحرق جيب إلى الشرطة وعلق ضابط. ففي المحرق جاء على شكل هتاف في سترة يا ناس صارت معجزة، علقوا ضابط والجيب اختفى. الشعارات اللي أول كانت تنكتب على الجدران وعلى الأطراف، كانت طبعا ما في صبغ سبريه، فالموجود اللي هو بروش وصبغ أسود أو إنه فحم، فكانت هذه الشعارات تنكتب، شعارات عدة يعني. الهتافات اللي كانت كنا نقولها إحنا في المظاهرات تخدم مثلا عقب ما صارت الشهداء، نقول يا خويا يا ستراوي خلي رصاصك داوي، وياك الموت افتح له اسديري. Thank you.
هذا الباب كانت تأتي جموع مذيعي البيانات والبلاغات والقصائد الحماسية، فكنا نسميه هذا الباب السري في أيام الانتفاضة. كنا نسمع أخبار إذاعة بغداد وإذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة المناصرة إلى الانتفاضة، وكانت بشكل يومي تذيع أخبار الانتفاضة وكذلك أخبار المعتقلين في السجون. وزارتنا في ونحن كنا في سجن القلعة وسجن جدة، زارتنا لجان من الصليب الأحمر بواسطة يعني بضغط من المنظمات الدولية ومن طلبتنا في القاهرة والشباب الموجودين في الكويت وكذلك المنفيين الموجودين في بيروت، رابطة طلبة بيروت وكذلك الأخوان اللي أفرج عنهم من سانت هيلانا، قادوا يعني الحملة الدولية لمناصرة شعب البحرين ووصلت إلى البحرين، وكنا في السجن، زارتنا في السجن اللجنتين من منظمة الصليب الأحمر. كان الشارع يعني استمرت المسيرة والمسيرات لمدة شهرين متتاليين تقريبا، ولم تتوقف المسيرات في المنامة وفي المحرق، وسقط شهداء في مدينة المحرق، عبد الله أبو نودة وعبد الله الغانم. هاي المنطقة المحرك خلف مسجد الشيخ حمد الجامع بريج شويطر، هني ذي المنطقة عقب ما طلعت المظاهرات، في طبعا عدة مظاهرات بالمحرك بس مظاهرة واحدة فرقوها الشقب بضرب الرصاص المطاطي ومسيل الدموع، فمن ضمنهم شباب ياو دواعيس تحركهم في الدواعيس، ويا من ضمنهم أخوي ويا اثنين ثلاثة وصلوا هني على أساس إن يكشفون الشارع هني إذا ما في أحد. في أثناء هم يكشفون الشارع أخوي كان نفس الموقع اللي أنا فيه وأخوي اثنين ثلاثة، كان الشقب على بعد يعني تقريبا 10 متر، فيهم واحد أردني اسمه مجعد طلق الرصاص على أخوي وصادته في قلبه. أثناء هذه طبعا ضرب وقعد يركض، باقي الشباب راحوا قعد يركض طبعا ينزف من الدم إلي ما وصل نهاية بيت جمشير في الزاوية طبعا خذ يمين المنطقة. احنا هاي فريجنا نعرف الأوادم الجماعة الفرجان كلنا احنا متكاتفين، يعني كلنا أهل في ذيك السنين اللي احنا نحرق المنامة، المناطق كلها يعني كلها متعارفة، الأهل الولد يدش البيت والمرأة والعادي يعني عاديين. ففي أثناء هذه ركض أخوي الدم ينزف منه إلى بيت ماجد عون. طبعا بيت عون يعرفون احنا كلنا اهل يعرفون، من شافوا اخوي مضروب حالا بطلوا له حجره ماجد عون ما كان موجود بس بطلوها له وصكوا عليه الباب. هو اثناء ما دش الحجره بس طاب على صدره، جاءوا الشقب وقعدوا يدورون حصلوا راحوا على ثار الدم اللي ينزف منه، دشوا البيت قالوا لهم في عندكم واحد أشيني؟ قالوا لا قالوا لهم ما عندنا أحد، فقالوا بطلوا دي الحجرة، قالوا ما مش أحد، يا الشقب دشوا وكسروا الباب وطلعوا
طلعوا الجثة وسحبوه يحطوه في الجيب مال الشرطة. أنا ياو الشباب لي في المظاهرة الثانية وقالوا لي جينا هني شفت أنا العلم طبعاً يا معا شفت أنا وركضت ورا الجيب لي مركز الشرطة على أساس أستلم الجثة. قالوا لا الجثة ما تستلمونه. راحوا سيد البيت وخذوا أبوي. أبوي طبعاً كبير في السن خذوه وكنا احنا ننتظر على اساس ان نشيع الجنازه في المحرق. المظاهرات كان متجمعين كلهم الشباب كلهم متجمعين. قالوا لا رحت لهم لمركز الشرطه في اثناء اروح وارجع لريال الولد ماخذينه الشهيد ومودينا مقبره المنامه ادفنوه في مقبره المنامه. كان أبوي واقف وكان الشقب واقفين على رأس أبوي بعد بالرشاشات. طبعا احنا هني بنتحدث عن بداية عن اليوم الثالث من بداية الانتفاضة. كانت الانتفاضة يوم الخميس كان عند المقصف المدرسة، بس هذا اليوم الثالث اللي صار اللي طلعنا بها التحمنا مع العمال عند شارع القصر. فهني كان هني مفتوح هذه الجهة جهة شرق المدرسة، فكان هني شرطة مليانة يعني صف من الشرطة يعني كبير. احنا في هالاثناء طبعا احنا بدينا المسيرة من داخل المدرسة الثانوية وطلعنا كطلاب، كان عدد كبير اللي حضر المسيرة يوم السبت. طلعنا من داخل المدرسة واحنا ماشيين الشرطة هني ارادت تحاصرنا، لكن احنا يعني مثل ما تقول كثرة الطلاب عددهم ما كان بس في اي المنطقة، في كل المناطق كان. لكن هذه المنطقة تركزت المسيرة. طلعنا متجهين إلى شارع القصر. طبعا هناك جو عمال بابكو عدة باصات يعني، التحمنا مع بعض ومشينا المسيرة من شو اسمه من قريب القصر وهو يعني واحنا رايحين مشمل. ونزلوا في هذه المدرسة مجموعة مكونة من أحمد عبد الملك، يوسف عبد الملك، صقر البن علي، أحمد الجودر، عبد الله الخباز ومجموعة غيرهم كذلك لا تسعفنا الذاكرة، واستطاعوا أن يخرجوا الطلبة من صفوفهم وبدأت مسيرة، ولكن الشرطة تداعت وطوقت المدرسة وحاصرت المتظاهرين وقذفتهم بالقنابل المسيلة للدموع واستطاعت أن تفرقهم وتفشل المحاولة الثانية لإضراب عام يشمل البحرين، ولكن الإضراب تحقق وعمت المظاهرات والمسيرات كل مدن وقرى البحرين. المنطقة جمعنا عملنا اشتباك يعني بيني أنا شخصيا وعبد الله الأريض اللي يسمونه عبد الله يتيم من سنابس. هذا الشخص شابكنا وده جمعوا الناس على أساس يفكون هذا الاشتباك. في هذه الأثناء عبد الله الراشد شو اسمه طرح شعار ما البلدية له عاشت ذكرى البلدية. ففيها الأثناء جمعت كل الناس وتموا يرددون حرية وديمقراطية عاشت ذكرى البلدية، لأن احنا مطالبنا عادلة
مطالبنا أول شيء توفير عمل إلى أبناء الوطن، بالإضافة إلى توفير العمل مثل توفير حياة، توفير لقمة عيش ما كان يعني بالإمكان، توفير مسكن ما كان مسكن موجود. المواطن كان يعيش في شو اسمه في بيوت من الخوص. سجلت هذه الانتفاضة ملحمة شعب البحرين كافة، وقدمت شهداء من كل القرى ومن كل المدن دون يعني دون أي نظر إلى أي طائفة. كان الشعب موحدا، كانت القوى السياسية موحدة، فلذلك حققوا جزءا من الانتصارات رغم وجود مجموعة كبيرة من المعتقلين ومجموعة كبيرة من الجرحى، إلا أن هذه الانتفاضة عطت شعب البحرين درسا بأنه لا تتحقق المطالب إلا بالوحدة الوطنية وتلاحم شعب البحرين كله الذي نتمناه دائما. يا ولد يا ولد واكتب على دراك.